مرحب بيكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات س وج وعنوان حلقتنا هلال ابن اميه يطلب ايه ونشوف السؤال من موقع الإسلام سؤال وجواب في حديث سعد بن عباده رضي الله عنه حين طلب منه النبي احضار اربع شهود لو رأى رجلاً مع امرأته ليه سؤال اذ لم يجد لديه شهود فمن اين يأتي بالشهود هل يذهب للشارع ويخبر اربعه من الرجال ان زوجته الان تعمل الفاحشة؟ ويريدهم أن يأتوا ليشاهدوها تعمل الفاحشة حتى يشهدوا عليها هل هذا الأمر تقبله النفس أم إنه صعب عليها وضح لي بارك الله فيك أنا اتكلمت في حلقة قبل كده عن استحالة إقامة حد الزنا بأربع شهود والحلقة كانت بعنوان حد مع وقف التنفيذ وازاي ان الرجم بأربع شهود مستحيل والنهارده هكمل باقي اجابة السؤال في عدم وجود الشهود الاربعه وواحد شاف مراته بتزني يعمل ايه خلينا نشوف الاجابه لكن لما سبق ذكره من خصوصيه تتعلق بالرجل فقد جعل الله له مخرجا من ذلك وهو ان يلاعنها اذ بالزنا ولم تعترف هي به قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لا من الصادقين والخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لا من الكاذبين والخامسة إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته إن الله تواب حكيم ودي في سورة النور ستة يبقى لو واحد شاف مراته بتزني ليه إنه يلعنها لو ما اعترفتش لعنها ازاي انه يبدا الراجل في اربع شهادات بالله انه لا من الصادقين والخمسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين وبعدها المراه برضو تشهد اربع شهادات بالله انه, إنه لا من الكاذبين والخمسه لو غضب الله آه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وبعدين يفرق بينهم ونكمل الاجابه قال ابن كثير هذه الايه الكريمه فيها فرج للازواج وزياده مخرج إذ قذف أحدهم زوجته وتعثر عليه إقامة البيانة أن يلعنها كما أمر الله عز وجل وهو أن يحضرها إلى الإمام القاضي فيدعي عليها بما رماها به فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربع شهداء إنه لمن الصادقين أي فيما رماها به من الزنا والخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فإذ قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفه كثيره من العلماء وحرمت عليه ابدا ويعطيها مهرها ويتوجه عليها حد الزنا ولا يدرأ عنها العذاب الا ان تلاعن فتشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين اي في رماها به والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولهذا قال ويدرأ عنها العذاب ابن كثير قال ان الزوج اسقاصف يعني زوجته آه القاضي بيحلفه اربع مرات. مكان الأربع شهود انه من الصادقين والمره الخامسه لعن الله عليه لو كان من الكاذبين وبعدها كده حكم الرجم بيكون علي الزوجه لو هي ردتش تعمل اللعان ويدرأ عنها العذاب ازاي اللي هو الرجم انها تشهد اربع شهادات او اربع مرات بنلاقي انه من الكاذبين والمره الخامسه غضب الله عليها لو كان هو من الصادقين اول ما يحصل اللعن ده بانت منه امراته والشافعي وعلماء كتير قالوا انه يعطيها مهرها وبتحرم عليه ابدا ونكمل الاجابه يعني الحد ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فخصها بالغضب كما ان الغالب ان الرجل لا يتجشم يتجشم فضيحة اهله ورميها بالزنا الا وهو صادق معزور وهي تعلم صدقه فيما رماها به. ولهذا كانت الخامسة في حقها إن غضب الله عليها والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه وده في تفسير ابن كثير وهنا بيفترض إن الراجل مستحيل من كده غير لما يكون فعلا شافها بتزني وهي أكيد عارفة إنه صادق فغضب الله يكون عليها وخلينا نكمل الإجابة وسبب نزول هذه الآية هو جواب عما سألت عنه في السؤال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي بشريك ابن سحماء فقال النبي البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذ رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق لينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد يبقى سبب نزول الآية أن هلال ابن أمية كذف أمرأته عند النبي فالرسول قال له أربع شهود أو حد في ظهرك يعني يتجلد فهلال ما عجبوش الكلام وقال له يا رسول الله إذ رأى أحدنا على إمرأة الرجل ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول البينة وإلا حد في ظهرك وراح هلال قال إيه لا الله لازم ينزل حاجة تبرأ ظهري هل الناس بتطلب وحي كده عادي يعني أنا عايز وحي لا ماليش دعوة حد يجيب لي وحي يبرأ ظهري الوحي يجي فأقوم إيه الوحي يجي طيب يعني ايه يعني انا افهم من كده ايه افهم انهم بيفصلوا التشريع بمزاجهم لو الله عايز ينزل ايه اللعن مستني هلال ابن اميه مرات وتزني وبعدين يروح على الرسول وبعدين يقول له ايه البينه ايه, ايه, ايه ما حد في ظهرك فهلال يطلب الايه فربنا ينزل الايه هل ده يعقل يا اخوه نكمل الاجابه فنزل جبريل وانزل عليه والذين يرمون ازواجهم فقرا حتى بلغ ان كان من الصادقين فانصرف النبي فارسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي يقول إن الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة طبعا بعد ما هلال طلب إنه ما يضربش وطلب آية نزل جبريل بقت الملعنة ممكن نعرف فايدة الملعنة إيه غير انتفاء الولد أي حد عايز ما يتحملش مسؤولية الطفل ممكن يتهم مراته وهي حامل ويلعنها وينتفي الولد وهي حامل خلي بالكم لكن الست دي لو زنت وجوزها كان مسافر او مات وخلفت الولد الولد ده للفراش يعني صاحب العقد هل هنا الشرع محكم في الحالتين ممكن يحصل تلاعب من ناحية البشر يعني من ناحية الزوج او الزوجة ويكون في ظلم سواء واحد عايز ينفي الولد بالكذب ويلاعن وبكده يهرب من مسؤولية الطفل او من الست انها تحل... تخلف من الزنا وتنسبه لجوزها بالولد للفراش وخلينا ايه نكمل الاجابة قال ابن عباس فتلكأت ونقصت حتي ظن انها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي ابصروها فإذ جاءت به أكحل العينين سابغ الاليتين خد لج الساقين فهو لشريك ابن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي لولا ما مضي من كتاب الله لكان لي ولها شأن رواه البخاري هنا راح قال ايه لو هي جاءت به أكحل العينين يعني أسود الجفون. وسبغ الاليتين يعني ممتلئ اللحم مؤخرة يعني وخد وخدلج الساقين يعني عظيم الساقين فخلفت فعلا عيل بالمواصفات دي وبكده يبقى ده ايه ابن الزاني اللي هو مين شريك ابن سحماء فلما جه كده طبعا هي نفدت من ايه من الرجم الرسول قال لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن وخلينا نكمل ثالثا الواجب على العبد أن يلزم الأدب مع ربه ومع أحكامه ودينه فإن أشكل عليه شيء سأل عن مجيء الشرع به فإن ثبت به الشرع المطهر تلقاه بالرضا والقبول وانشراح الصدر والتسليم لحكم الله على ما وافق رأيه وعقله وهواه أو خالفه فليس الدين بالرأي إنما هو التسليم والرضا بما جاء عن رب العالمين وراح ذكر لنا الآية اللي في سورة الأحزاب 36 وكمان ذكر لنا آية سورة النور 51 وباقي الإجابة بتقول إن سعد بن عبادة بيقول لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فالرسول قال له يتعجبون من غير سعد أنا أغير منه والله أغير مني وإن الغيرة مش مبرر إنك تتعدى حدود الله وهنا أنا بقول لك يعني قبل ما أنهي الحلقة عندي سؤال قبل الإسلام في حاجة اسمها القائفة. دول كانوا متخصصين انهم يشوفوا الشبه وبينسبوا الولد في حالة انهم مش عارفين من ابوه جه الاسلام باختراع اللي هو ايه اللعان والولد للفراش اللي كله صغارات والناس تقدر تتلعب بيه زي ما هي عايزة هل الله ما يعرفش المستقبل هل الله ما يعرفش ان في حاجة هتطلع اسمها دي ان ايه بيحسم الموضوع ومحدش يهرب منه او محدش يهرب من المسؤولية وفكروا معايا ان في شرع في ثغرات كتيرة زي اللعان ولسه سؤال الراجل اللي هو سائل السؤال سواء كان عن حد الرجم او اللعان ما تجاوبش عليه والتقي بكم في الحلقه القادمه من س وج